بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلاب في موضوع جديد من مواضيع مقرر ميكانيكا التربة، والتي سوف نتحدث فيه عن نفاذية التربة. إذن في هذا اللقاء سوف نتحدث عن النفاذية وأهمية النفاذية وأيضا طرق قياس معامل النفاذية. مصادر هذه المحاضرة كما هو معتاد لدى الجميع والمرجع الرئيسي لمستر براخا داس، اللي هو مبادئ الهندسة الجيوتكنية. في نهاية هذا اللقاء ينبغي عزيزي الطالب أن تكون قادرا على أن تلخص أهمية النفاذية بصورة صحيحة، أيضا أن تستنتج قانون دارسي بصورة واضحة والذي نستخدمه بشكل كبير في حساب معامل النفاذية، أيضا أن تحدد العوامل المؤثرة على معامل النفاذية بشكل مختصر ودقيق. إذن لو جينا للنفاذية، تعريف النفاذية هو عبارة عن مقياس لقدرة التربة على السماح لتدفق المياه من خلال المسامات أو الفراغات الموجودة بين حبيبات التربة، كما هو واضح في الصور. نلاحظ أن كمية من الماء تدخل على التربة وتخرج نفس الكمية، ولكن هذه الكمية اللي تخرج هي من خلال المسامات الموجودة بين حبيبات التربة. إذن تقاس هذه الكمية بوحدة سنتيمتر مكعب أو لتر أو متر مكعب لوحدة ثانية خلال مقطع المساحة، وبالتالي صافي الوحدة المستخدمة في النفاذية هي وحدة سرعة، لأنه بيكون عندك وحدة متر مكعب على وحدة سكند تايم في وحدة مساحة، وحدة مساحة بتروح مع جزء من وحدة المتر مكعب، تظل وحدة متر على الزمن، وبالتالي هي وحدة سرعة. ما هي العوامل التي تؤثر على النفاذية؟ هناك عوامل كثيرة، من أهمها نوع التربة. فالتربة التي تكون فراغاتها أو مساماتها عالية مثل الحصى والمواد الخشنة، أيضا الرمال النظيف أو الرمال ذات التدرج القليل، بتكون النفاذية الماء خلاله عالية، حيث أن الفراغات كبيرة وبالتالي كمية الماء اللي يتدفق خلال المسامات كبيرة. النوع الآخر من التربة اللي هو التربة ذات النفاذية المنخفضة مثل المواد الناعمة مثل الطين والطمي. ليش؟ لأن المسامات بتكون في هذا النوع من التربة قليلة، وبالتالي كمية الماء المدفقة بتكون أقل، بينما في حالة الصخور بتكون تقريبا غير منفذة، وذلك لعدم وجود مسامات كافية أو سامحة لمرور الماء خلالها. هذا النوع الأول. أيضا تأثير تركيب الحبيبات على النفاذية يؤثر بشكل ملحوظ. فمثلا في حالة التربة الخشنة، إذا كان التركيب كما نلاحظ هنا إما تركيب صعب أو تركيب كثيف، ففي حالة التركيب الصعب يكون تدفق الماء سهلا، وأيضا تكون كمية المياه اللي تدفق بتكون كمية كبيرة، بعكس التركيب الكثيف إنه بعد عملية الدمك يتحول من سائب إلى كثيف، وبالتالي التدفق خلال المسامات لأن المسامات أصبحت قليلة تكون قليلة، وأيضا النفاذية في هذه الحالة بتكون منخفضة. وأيضا يحصل في التربة الناعمة، التربة الناعمة لها تركيبين، إما تركيب أشعث أو تركيب مشتت، تركيب مشتت. ففي حالة التركيب المشتت نلاحظ أن الفراغات تكون قليلة، وبالتالي النفاذية في هذه الحالة بتكون منخفضة، بينما في حالة التركيب الأشعث تكون الفراغات الموجودة بينها بين صفائح الطين بتكون كبيرة، وبالتالي التدفق خلال هذه المسامات بيكون كبير والنفاذية بتكون عالية. إذن هذا كما هو ملاحظ تأثير تركيب الحبيبات على النفاذية. أهمية النفاذية، للنفاذية تأثيرات أو أهمية كبيرة في التصميم الجيوتقني أو الجيوتكنيك. أول أهمية هو تقدير كمية المياه المتسربة من خلال جسم السد، إنه من خلال نفاذية التربة نقدر نقدر كم كمية الماء التي يمكن أن تتسرب من خلال جسم السد أو من خلال الكمية المحجوزة خلف السد. الأهمية الثانية تقدير ضغط الماء المسامي تحت جسم السد، لأنه أثناء مرور الماء من التربة أو من جسم السد من خلال التربة قد يؤدي إلى ضغوط على جسم السد، هذه الضغوط تعتمد على كمية المياه المتسربة، وبالتالي يمكن تقديرها بمعرفة كمية الماء المتسرب أو من خلال نفاذية التربة. العامل الثالث أو الأهمية الثالثة تصميم أنظمة ضخ المياه من التربة. قد تكون التربة
مليئة بالماء أو مشبعة، وبالتالي في هذه الحالة حتى يتم إجراء البناء عليها والتشييد عليها يجب في هذه الحالة ضخ الماء، وبالتالي لتقدير أنظمة الضخ المضخات وأيضا الأنابيب في هذه الحالة يجب أن نعرف كم كمية الماء التي تتدفق أو تتجمع خلال فترة معينة من الزمن. هذا كله يعتمد على نفاذية الماء خلال التربة. الأهمية الرابعة التي هي تنظيم تصميم أنظمة تصريف الماء. فمثلا لو كان عندنا جدار ساند، قد تتجمع خلف الجدار الساند هنا كمية من الماء، وبالتالي لتصريف الماء خلف الجدار يجب عمل أنابيب معينة. الأنابيب المعينة قد تكون كبيرة، قد تكون صغيرة، قد تكون في أكثر من مكان، تعتمد في هذه الحالة على نوع التربة وعلى نفاذية التربة. أيضا من ضمن أهمية النفاذية نحسب معدل هبوط التربة، لأنه في حالة التربة الطينية المشبعة والذي يكون عليها حمل ساكن يعتمد الهبوط على معدل خروج الماء، فإذا كان معدل هبوط الماء الخروج الماء كبيرا معنى نفاذية التربة عالية، وبالتالي الهبوط في هذه الحالة بيكون أكبر. بينما عندما يكون النفاذية قليلة معناها تحتاج إلى فترة زمنية حتى يحصل فيها هبوط في الطبقة. أيضا تصميم السدود الأرضية يعتمد بشكل كبير على النفاذية. عندما أصمم أنا جسم السد يجب أن تكون المادة الموجودة في الكور في منتصف السد، في منتصف جسم السد مانع لخروج الماء، وبالتالي بمعرفة نفاذية التربة يقدر أنها تستخدم في جسم السد أو لا. أيضا استقرار المنحدرات والميول يتأثر بشكل كبير بالنفاذية، فإذا كان كمية الماء تدفق خلال منحدر الطريق أو منحدر طبيعي كبيرة في هذه الحالة قد يكون يحصل فيها انزلاق بشكل كبير، بعكس ما لو كانت النفاذية فيه منخفضة فأنها تحتاج إلى فترة أطول أو مقاومة أكبر. أيضا تصميم المرشحات، عندما يصمم فلتر في هذه الحالة تعتمد على طبقات من التربة ذات نفاذية أو ذات مقاسات مختلفة، وهذا بيدخل بشكل كبير عامل النفاذية فيها. لو جينا الآن إلى معادلة برنولي كما ذكر في مادة الموائع، أن طاقة السوائل تتكون من ثلاث طاقات. الطاقة الأولى اللي هي الطاقة الكامنة، الطاقة الكامنة، والمقصود بالطاقة الكامنة هو المنسوب نسبة إلى المرجع الذي تم استحداثه، سواء كان المرجع هنا أو المرجع في أي منطقة معينة. إذن العامل الأول والطاقة الأولى الذي هو اختلاف المنسوب اللي تؤثر بالجاذبية اللي هو فارق الجاذبية. الطاقة الثانية اللي هي طاقة ضغط الماء، ضغط الماء يؤثر بشكل كبير على جريان الماء. العامل الثالث أو الطاقة الثالثة اللي هي الطاقة الحركية، والتي تعتمد بشكل أساسي على سرعة جريان الماء خلال الأنابيب أو خلال جسم السد أو خلال التربة. وبالتالي عند أي نقطة حسب قانون برنولي فإنه يمكن حساب الطاقة الكلية اللي هو مجموع الطاقات الثلاث اللي هي طاقة الجاذبية أو الطاقة الكامنة زائد ضغط الماء زائدا الطاقة الحركية. بمعنى الطاقة الكلية هي عبارة عن جاما اللي هو رو في الجي اس روتر في عجلة الجاذبية الأرضية مضروبا في الزد الذي هو المنسوب زائدا ضغط الماء زائدا اللي هو الطاقة الحركية النص الرو في الفي تربيع. وبالتالي يمكن تحويل الطاقة إلى جهد كوحدة طول. في هذه الحالة بتظل المعادلة في هذه الحالة الإليفيشن هيت منسوب فقط، الجهد جهد المنسوب وجهد ضغط الماء وأيضا الجهد للسرعة، وبالتالي تصبح الـ H اللي هي التوتال هيت الجهد الكلي عبارة عن المنسوب زائدا يو على جاما ووتر، لأنه قسمنا كل الأطراف على جاما ووتر، أصبحت هنا جاما ووتر راحت مع الجاما ووتر أصبح زد، يو على الجاما ووتر زائدا نصره في الفي تربيع على جاما ووتر الذي هي الرو في الجي، الرو ووتر بيروح مع الووتر تبقى 2G. ولكن سرعة الماء خلال التربة بتكون صغيرة جدا، وبالتالي هذا الجزء بيكون مهمل، بمعنى أن الطاقة الكلية في حالة جريان الماء خلال التربة معتمدة على الطاقة الكامنة اللي يفارق المنسوب زائد الطاقة المتولدة نتيجة ضغط الماء، بينما طاقة سرعة الماء بتكون في هذه الحالة معدومة وتأثيرها بسيط جدا. إذن في هذه الحالة لو نلاحظ الشكل التالي، عندنا مقطع تربة أخذنا نقطتين في المقطع، النقطة A والنقطة B، نلاحظ أنه في فارق في المنسوب وأيضا في فارق في الضغوط، الماء بيتدفق بهذه الصورة، معناها أن في جهد كلي في المنطقة A أكبر من نوع عند النقطة B.
فالجهد الكلي كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن جهد المنسوب اللي هو الزد زائد جهد ضغط الماء، على افتراض أن السرعة في هذه الحالة بتكون تأثيرها بسيط جدا. عند النقطة بي أيضا في عندنا زد بي زائدا الضغط المتولد نتيجة الماء، وبالتالي في فارق في الجهد هنا بنسميه دلتا اتش. إذن الاتش عند أي نقطة هي عبارة عن المنسوب زائدا ضغط الماء. في حالة الفاقد في الجهد بين A و B، النقطة A والنقطة B، نلاحظ أنه دلتا H اللي هو الفارق في الجهد يساوي HA ناقصا HB. HA عبارة عن ZA زائدا UA على جاما وتر ضغط الماء، ناقصا ZB زائدا UB على الجاما وتر، وبالتالي الدلتا H هنا يسمى بفارق الجهد والذي يسبب الجريان، لأنه إذا كان ما فيش فارق جهد معناها منسوب الماء مستقر وبالتالي ما بيحصلش أي جريان في الطبقة. إذن بيظهر لنا معامل جديد بنسميه الميل الهيدروليكي، هيدروليك جريديان، والذي يمثل في هذه الحالة I حيساوي لي دلتا H اللي هو فارق الجهد بين أي نقطتين داخل التربة أو داخل جريان الماء مقسوما على المسافة، والمسافة يجب أن تكون موازية لاتجاه حركة الماء. لو لاحظ هنا حركة الماء مائل، وبالتالي ال هنا بتكون بصورة مائلة. لو نركز هنا عزيزي الطالب، اتجاه الماء بيكون إلى أعلى على ولكن الصورة توضح أنه فالمنسوب عند النقطة A أقل من عند المنسوب عند النقطة B، ولكن دائما عزيزي الطالب نركز على الجهد الكلي. صحيح أن منسوب النقطة B أقل من أكبر من منسوب النقطة A، ولكن ضغط الماء عند النقطة A أكبر من ضغط الماء عند النقطة B، وهذا قد يتولد نتيجة مضخات أو دينامات، وبالتالي في هذه الحالة يتدفق الماء بالصورة إلى أعلى. بمعنى دائما نركز إلى الجهد الكلي ولا نركز إلى جهد الطاقة الكامنة أو طاقة ضغط الماء فقط، يكون دائما التركيز على الجهد الكلي. إذن الميل الهيدروليكي كيف نقيسه في الحقل؟ ممكن نقيسه في الحقل وذلك بعمل بئرين على مسافات معينة. لو لاحظ هذا بئر مثلا، هذا البئر الأول وهذا البئر الثاني، تم حفرهما إلى عمق معين في الطبقة، ونلاحظ كم منسوب الماء في كل بئر من الآبار. وبالتالي إذا كان في فارق في منسوب الماء معناه أن الماء بيتدفق من البئر الذي ارتفاع الماء فيه أعلى إلى البئر الذي بيكون ارتفاع الماء فيه أقل، وبالتالي فارق المنسوب اللي هو H1 ناقص H2 بيكون دلتا H مقسوما على دلتا X الذي هو المسافة بين البئرين، يمثل لي في هذه الحالة الميل الهيدروليكي في الحقل. أيضا بإمكانك قياس في حالة السدود، مثلا لو كان هنا سد وهنا الماء بيتجمع قد يتسرب من طبقة منفذة، وبالتالي ال في هذه الحالة هو هذا الطول الذي يتحرك فيه الماء، وال H أو الدلتا H هو فارق المنسوب بين البداية والنهاية. في هذا الحال I هو عبارة عن HA ناقصا HB اللي يسمى دلتا H مقسوما على ال على طول المسار. أيضا الصورة التالية توضح كيفية قياس الميل الهيدروليكي، في عندنا النقطة A وفي عندنا أيضا النقطة B عند المخرج، نلاحظ أنه في منسوبين زد A هذا الناتج عن الإلفيجن هيت الذي هو الطاقة الكامنة أو الجهد الكامن، وأيضا البريجر هيت الذي هو الجهد نتيجة ضغط الماء بالنسبة له، ونفس الشيء عند النقطة B في عندنا زد B وعندنا بريجر هيت بالنسبة ل B. الفارق بين الجهدين هو عبارة عن فارق الجهد الذي هو دلتا H مقسوما على الميل الهيدروليكي على ال اللي هو طول مسار الماء، والماء لو تلاحظ مسار بيكون مائل وبالتالي بنأخذ الطول المائل. في هذه الحالة بيكون ال I هو عبارة عن دلتا H على ال. لو نجي لقانون آخر الذي هو قانون دارسي، دارسي درس العلاقة بين سرعة الماء خلال التربة أو سرعة الماء بشكل دقيق مع الميل الهيدروليكي، فوجد أن الميل الهيدروليكي أو السرعة بشكل أدق تتناسب تناسبا طرطيا مع الميل الهيدروليكي، وهذا التناسب قد يكون خطيا وقد يكون على شكل منحنى اعتمادا على نوع جريان الماء. فمثلا إذا كان الجريان لمنار معناها رقائقي أو طبقي بيكون التناسب خطيا، تناسب خطيا، بينما إذا انتقل الجريان إلى جريان انتقالي كما هو واضح في الزون
2 نلاحظ أنه الخط لم يعد مستقيما، أصبح على شكل منحنى. أيضا إذا انتقل إلى اضطرابي في هذه الحالة يصبح إلى درجة أخرى من العلاقة، ولكن العلاقة بشكل دقيق هي علاقة طرديه. إذن لو نلاحظ مثلا أن سرعة الماء خلال التربة بتكون صغيرة جدا، وبالتالي يمكن تصنيفها على أنها جريان لمينر، جريان طبقي، وبالتالي تتعامل فيه في هذه الحالة أن السرعة تتناسب تناسبا طرديا مع الميل الهيدروكي. ولو غيرنا التناسب إلى يساوي بتصبح السرعة في هذه الحالة V حتساوي K في الآي، غيرنا التناسب إلى يساوي وأضفنا إليها معامل، وبالتالي في هذه الحالة الـ V هو عبارة عن السرعة بتكون بوحدات متر لكل سكند، والـ I هو الميل الهيدروليكي اللي ذكرنا سابقا، بيظهر معنا المعامل الجديد الذي هو معامل النفاذية، وبتكون وحدته بنفس وحدة السرعة. ليش؟ لأن الميل الهيدروليكي بيكون بدون وحدات. إذن التصريف بيكون هو عبارة من قانون التصريف أو من قانون دارسي، إن الكيو عبارة عن السرعة في المساحة. السرعة كما استنتجناها سابقا بتكون K في الآي في الأريا، والآي هو عبارة عن H على L، وبالتالي تصبح التصريف أو التدفق هو عبارة عن K في H على L في الأريا. من خلال مساحة مقطع التربة فإن السرعة خلال السرعة الفعلية للماء الذي بتسمى سرعة التسرب الذي بتكون خلال الفراغات تختلف عن السرعة اللي بنقيسها احنا على افتراض انه المقطع كله بيكون بتدفق الماء خلاله. هو في الاساس سرعة الماء في التربة بتعتمد على المسامات الموجودة في التربة، وبالتالي السرعة بنسميها سرعة التسرب. كيف ممكن استنتاجها؟ لو نلاحظ المقطع التالي، في عندنا تربة هنا وفي مسامات بين التربة، في كمية بتدفق، نلاحظ أن الكمية اللي بتدخل هي نفس الكمية اللي بتخرج، مستحيل أنه كمية بتدخل تختلف عن الكمية الخارجية حسب قانون الاستمرارية. وبالتالي هذا المقطع ممثلي الحبيبات مع الفراغات، والمقطع الكلي الأريا الكلية، وهنا لو بصدنا إلى مقطع فراغات ومقطع حبيبات صلبة، الكمية الماء اللي بتدخل هي بتدخل خلال الفراغات، وبالتالي معناها التصرف خلال المقطع كامل هو عبارة عن التصرف خلال الفراغات فقط. وبالتالي لو من قانون الاستمرارية ان الكيو تساوي الكيو، معناها السرعة في المساحة خلال مقطع كامل يساوي لي السرعة خلال الفراغات اللي سميناها VS مضروبا في مساحة الفراغات. والمساحة الكلية كما هو ملاحظ هنا في الشكل هي عبارة عن مساحة الفراغات زائدا مساحة الجزيئات الصلبة. وبالتالي لو نعوض هنا في قيمة الأريا بتصبح عندي الـ V الكلية مضروبة في مساحة الفراغات زائد مساحة الحبيبات الصلبة تساوي مساحة الفراغات مضروبا في السرعة التسرب. وبالتالي بنستنتج هنا سرعة التسرب، بنقسم الطرفين على الأريا للفراغات، بتصبح العلاقة بالصورة التالية. لو ضربنا البسط والمقام في L، الL في المساحة هي عبارة عن حجم، معناها L في مساحة الفراغات تساوي حجم الفراغات، وL في S هي عبارة عن حجم الحبيبات الصلبة، والAV في الL هي عبارة عن حجم الفراغات. ولو قسمنا البسط والمقام على VS معناها بتصبح العلاقة بالصورة التالية، إذن حجم الفراغات على حجم الحبيبات الصلبة عبارة عن E، وحجم الحبيبات الصلبة على حجم الحبيبات الصلبة تساوي 1، بتصبح العلاقة أنه سرعة التسرب حتساوي لي V في 1 زائد E على E، وحيث أن E على 1 زائد E هي عبارة عن N، بمعنى أنه سرعة الماء خلال المسامات تساوي السرعة الكلية خلال المقطع مقسوما على البروسيتي أو المسامية. نجي الآن إلى معامل النفاذية وكيفية حسابه وما هي العوامل المؤثرة عليه. معامل النفاذية هو عبارة عن معدل تدفق الماء لوحدة المساحة كما ذكرنا سابقا، في كمية ماء بتدفق بالمتر المكعب أو باللتر أو بالسنتيمتر المكعب خلال فترة من الزمن مقسوما على مساحة المقطع اللي بتدفق خلاله، وبالتالي بتكون وحداتها هي وحدة مسافة إلى وحدات زمن، سنتيمتر بير سكند أور فيت بير سكند أور بير منت. يعتمد معامل النفاذية على عدة عوامل. أول عامل يؤثر في معامل النفاذية اللي هو حجم الحبيبات، كلما كان حجم الحبيبات كبير معناه كمية الماء اللي بتدفق من خلال الفراغات الموجودة بين الحبيبات بيكون أكبر، وبالتالي الكي يتناسب تناسبا طرديا مع القدرة الفعال، على افتراض أن القدرة الفعال هو الجزء الأساسي الذي يؤثر بشكل كبير على حجم الحبيبات. العامل الثاني اللي هو نسبة الفراغات وأيضا شكل الفراغات،
ومعروف أنه كلما زادت نسبة الفراغات في التربة كلما زادت كمية الماء اللي بتدفق، وبالتالي تزداد معها معامل النفاذ. وبالنسبة لشكل الفراغات، هل الفراغات مستمرة أو أن الفراغات بتكون محصورة في منطقة وبعدين مكتمة وبعدين تقل، ما فيش استمرارية بين الفراغات؟ في حالة عدم وجود استمرارية في الفراغات نلاحظ أنه كمية الماء اللي بتدفق بتكون أقل، بينما لو كان في استمرارية بيكون خروج الماء بمعدل كبير، وبالتالي الكي تتناسب تناسبا طرديا مع الفويد ريشيو اللي هو نسبة الفراغات. العامل الثالث الذي يؤثر على معامل النفاذية اللي هو درجة الحرارة للسائل اللي بتدفق اللي هو الماء، وأيضا لزوجة السائل. فلزوجة السائل كما هو معروف تقل بزيادة درجة الحرارة، وبالتالي كلما قلت اللزوجة كلما زاد معدل تدفق الماء، بمعنى أن الكي يتناسب تناسبا طرديا مع درجة الحرارة. العامل الرابع اللي هو شكل الحبيبات، والمقصود هنا بشكل الحبيبات، هل الحبيبات دائرية؟ هل الحبيبات لها زوايا؟ لأنه كمية الماء المتدفقة تعتمد على المساحة السطحية، فكلما زادت المساحة السطحية معناه احتكاك الماء مع الحبيبات بيكون كبير، وبالتالي تقل معه كمية الماء المتدفقة. فالتربة ذات الحبيبات الزاوية تكون النفاذية خلالها أقل، ليش؟ لأن المساحة السطحية بتكون فيها كبيرة، بينما الحبيبات الدائرية بتكون المساحة السطحية أو مساحة التلامس بين الحبيبات تكون قليلة، وبالتالي كمية الماء اللي بتدفق في هذه الحالة بتكون أكبر. أيضا تركيب الحبيبات له تأثير كما ذكرنا سابقا في حالة المشتت أو الأشعاب، وأيضا في حالة التركيب عندما يكون سائب أو كثيف. ففي حالة مثلا التربة الناعمة نلاحظ أنه كان التدفق خلال الأشعاب أكبر منه في حالة التركيب المشتت. أيضا درجة التشبع من ضمن العوامل التي تؤثر على معامل النفاذية، فالتربة التي تكون مشبعة 100% يكون التدفق أو نفاذية الماء خلالها أكبر من التربة المشبعة جزئيا أو التربة الجافة. كما نلاحظ في الصورة أنه التربة التي تكون مشبعة كليا، التربة التي تكون مشبعة كليا كما هو ملاحظ هنا، يكون تدفقها أكبر من التربة تكون مشبعة جزئيا، لأنه الماء اللي بيبدأ يدخل بيبدأ في البداية يشبع الفراغات إلى أن تتشبع، بعدين تبدأ الكمية تخرج من التربة. العامل الآخر الذي هو نوع التربة الذي ذكرناه سابقا أيضا، إذا كانت التربة ناعمة أو تربة خشنة أو زي الصخر، فمثلا في حالة التربة الخشنة تكون الفراغات فيها عالية والمسامع عالية، وبالتالي يكون معدل تدفق الماء خلالها كبير. الجدول التالي يوضح القيمة الاسترشادية لمعامل النفاذية. احنا ذكرنا أن معامل النفاذية يقاس به حدث سرعة مليمتر بير سكند، فمثلا في حالة التربة الكورس جرافل حصى خشن تراوح من 10 إلى 10 أس 3، بينما في حالة المواد الناعمة زي السلت والكلاي 10 أس 8 إلى 10 أس 5 وحدات مليمتر بير سكند، بمعنى كلما زادت نعومة التربة كلما قل معامل النفاذية. معامل النفاذية في الغالب بنعبر عن درجة حرارة 20 درجة مئوية، لأنه ذكرنا سابقا أنه درجة الحرارة لها تأثير، وبالتالي الرفرنس أو المرجع الرئيسي حقنا أنه بثبتها عند 20 درجة مئوية. في حالة قياس معامل النفاذية عند درجة حرارة تختلف عن 20 درجة مئوية بنجري لها عملية تصحيح، وبالتالي بيكون معامل التصحيح عند قياس التربة عند قياس معامل النفاذية عند درجة حرارة 20 درجة مئوية بيكون معامل التصحيح في هذه الحالة واحد، بينما إذا زادت أو قلت درجة الحرارة في هذه الحالة بيكون معامل التصحيح أكبر من أو أقل من واحد. كيف بنحسبها؟ بنحسبها من العلاقة التالية: الكي عند 20 اللي هو معامل النفاذية عند درجة حرارة 20 مقسوما على الكي عند أي درجة حرارة حيساوي لي رو اللي هو كثافة الماء عند درجة حرارة 20 على رو ووتر عند أي درجة حرارة مضروبا في اللزوجة الكينيماتيكية للماء عند درجة حرارة أي درجة حرارة مقسوما على لزوجية الماء عند 20 درجة مئوية، حيث أن الكي هي عبارة عن معامل النفاذية، والرو هو كثافة الماء، والميو هو اللزوجة الفسكوسكتي للماء عند درجات الحرارة تي أو درجة حرارة 20 درجة مئوية. ولكن بالنسبة للرو ما بتأثرش بشكل كبير، يعني كثافة الماء بتأثرش كثير بمعامل النفاذية، وبالتالي تؤخذ تقريبا على أن القيمة هنا واحد، وبالتالي تصبح العلاقة أنه الكا 20 معامل نفاذية عند 20 حيساوي كاتي عند أي درجة حرارة مضروبا في اللزوجة الكينيماتيكية للماء عند
عند أي درجة حرارة مقسوما على لزوجة الماء عند 20 درجة مئوية. كيف نقيس النسبة بين اللزوجتين؟ نقيسها من الجدول التالي حسب درجة الحرارة. فمثلا لو أحب عند درجة حرارة 20 معناها الاستندر حقنا بيكون هنا معامل اللزوجة بيكون 1، بينما إذا زادت درجة حرارة عن 20 بيقل معك هنا معامل اللزوجة أو معامل التصحيح، وفي حالة كانت درجة حرارة أقل من 20 بيكون معامل التصحيح في هذه الحالة أكبر من 1. هذا كل ما كان في موضوع النفاذية. شكرا أعزائي الطلاب لحسن الانتباه.